مرحبا، اهلا وسهلا فيكم في تحليل مسلسل بلاك ميرور، الحلقة الرابعة من السيزون الرابع، اسمها هانج ذا دي جي. ما لها خاص في الدي جي، مش عارف ليش اسمها هانج ذا دي جي. anyway، قصة غريبة. هي عبارة عن شركة او مؤسسة بتعمل علاقات بين الاشخاص، بتحاول انها تجد لك شريك حياتك. طبعا القصة انه عن طريق انت بتدخل هذه الشركة، عندها ريزورت مسكر ما بتقدر تطلع منه لانك بتكون عامل كونتراكت انك راح تضل جوا في سيكوريتي وفيها، وبتعطيك بتدرس شخصيتك، بتحلل شخصيتك وشخصية الناس اللي معك، وبتعطيك ناس تتقابل معهم، وخلال هذه المقابلة بتعطيك وقت، يعني انت وياه بتقدروا تعيشوا مع بعض، سواء تعيشوا حياة كاملة او بس تحكوا مع بعض ساعة، ساعتين، 12 ساعة، يوم، سنة، شهر، إلى أن تصل فيك إلى نهاية المطاف بالشخص اللي بلائمك 100%، بتحبه بحبك، وبتصير في بينكم علاقة، بتطلعوا برا خلص وبتنتهي وضعكم مع المؤسسة أو الشركة. طبعا هذه أول علاقة بتصير مع هذول الشخصين وبتنتهي فيهم العلاقة، هم اثنين مع بعض، بتحكي قصتهم كيف واحد كل واحد منهم بيسوي علاقات مع ناس تانيين، بس بتكون علاقته تعيسة لأنه بدأ الحب. طبعا هون بيشوفوا قديش راح يضلوا مع بعض أول مرة عن طريق هذا الجهاز. طبعا مأمنين لهم غرف كاملة، استوديو بوكلوا فيها وبيشربوا فيها، 12 ساعة راح يكونوا مع بعض، وهلما جرب بعدين بتصير علاقتهم تمشي يوم بعد يوم، بصيروا يدوروا على ناس تانيين، علاقة مع أشخاص آخرين، وفي النهاية زي ما أنتم شايفين يعني بتوصل العلاقة فيهم إنهم يضلوا مع بعض. لا طبعا يضلوا هون مثلا 36 ساعة مع شخص آخر، وآخر شيء بتصير العلاقة بينهم بين بعض هي النهائية. هون آخر شيء لما خلص بقرروا إنهم يضلوا مع بعض بغض النظر شو رح يعطيهم الجهاز، فالجهاز آخر شيء بعطيهم إنه مش حيضلوا مع بعض لطول العمر، رح يضلوا لفترة قصيرة. فالقصة وما فيها إنه هل ممكن تصير العلاقات الزوجية تبنى عن طريق شركات زي هيك؟ هل ممكن إنه فعلا نوصل لمرحلة إنه مش قادرين إحنا نكون علاقات طبيعية وإحنا نقوي ننمي هاي العلاقات، ننتظر جهاز كمبيوتر يحلل شخصيتنا عشان يحكي لنا كم يوم ممكن نعيش مع أشخاص ثانيين، كم يوم ممكن أو كم ساعة أو قديش ممكن نقدر نستمر في علاقتنا مع هذول الأشخاص؟ سؤال يعني جدا خطير. للأسف صارت كتير الآن شركات الزواج والويب سايتات اللي بتخليك تجد شريكة حياتك منتشرة، فهل تتوقع انه نصل لهاي المرحلة، انه نصل لمرحلة انه خلص نعطي حياتنا لشركة وتعمل فينا اللي بدها اياه، الى ان هي الشركة عن طريق الجهاز او المحلل هذا تجد مستقبلنا؟ اتوقع انه يعني قد يحصل هذا الشيء، لكن بده كتير تفكير. حلقة جدا غريبة. طبعا هون لما بهربوا من زي ما شايفين الحيط عالي في حوالين الريزورت هذا، فهون خلص بقرروا انهم يهربوا وما يكملوا في التجربة هاي، وفي النهاية بيطلعوا انهم اصلا حتى هروبهم كان الى مكان controlled by الشركة هاي. ف زي ما انتم شايفين حلقة غريبة، حلقة شوية هيك فيها تفكير. إذا ما حضرتوا الحلقات الماضية والحلقات القادمة احضروها، اعملوا سبسكرايب للقناة، حاولوا إنكم تحطوا بالكومنتس إيش تعليقكم على هاي الحلقة، ونراكم في الحلقات الجاية. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. من فضلك فعل الجرس ليصلك كل جديد.